معايا شباب؟ هدوء هدوء هدوء. النهارده بنتكلم على عنوان مختلف خالص اللي هو، بس طبعا في حاجات كتير هتلاقوها مرت عليكم. انا بشرح حاجه اسمها السينابس. السينابس المفروض بقى نشرح الحاجه اللي هي الحاجات دي النهارده ان شاء الله، اللي هي الديفينيشن اوف سينابس. ايه هو تعريف السينابس؟ فانكشن اسمه سينابس او الهيستولوجي بتاعه، يعني الكلاسيفيكيشن بتاع السينابس. هل السينابس دي لها انواع؟ هنشوف دلوقتي. الميكانيزم اوف امبلس ترانسميشن، ازاي الامبلس تتنقل من حاجه اسمها في سينابتك نيورون لمين؟ عن طريق نوع من السينابس كده اسمه كيميكال سينابسز. لان في نوع ثاني اسمه الكتريكال سينابس. الكلام ده طبعا كلام مبهم دلوقتي، لكن كل حاجه هنفسرها واحده واحده. وبعد كده الميكانيزم بتاع الامبلس، ان احنا بنتكلم عن ثلاث حاجات. ازاي الكيميكال ترانسميتر بيحصل له ريليس، ودي سهله خالص هتلاقوه دايما بيتكرر كتير. طيب الكيميكال ترانسميتر طلع هيعمل ايه؟ ده مع مين؟ مع السيل. طيب وهنشوف هيعمل ايه؟ ماشي؟ طيب بعد ما التحم مع السيل كبير، هو مصيره ايه؟ هل هيقعد ولا نتخلص منه؟ اكيد هنتخلص منه، هنشوف بقى مصيره ايه بقى. وبعد كده هنتكلم على انواع الريسبتورز. انواع السينابتيك ريسبتور، هتلاقي في ريسبتور على حاجه اسمها البري سينابتيك، وفي حاجه اسمها ريسبتور على اللي هو البوست سينابتيك ميمبرين، زي ما بوست سينابتيك ريسبتور. وبعد كده زاد بقى عندنا وقت، هناخد حاجه اسمها الفانكشن سينابتيك، حاجه بسيطه منها، ونكمل باقي بكره ان شاء الله. المهم نبتدي. ما هو السينابس؟ السينابس يا شباب هو الجانكشن، اللي هو منطقه الاتصال ما بين نيورون وانذر نيورون، او ما بين نيورون اند الفيكتور مين كورتكس. سهل خالص بقى. ايه هو تعريف السينابس؟ يا اما ده نيورون وده انذر نيورون. يبقى المنطقه دي اسمها ايه بقى؟ المنطقه دي اسمها سينابس. وده يعني هنسميه نيورونال سينابس، لانه ما بين نيورون ومين؟ نيورون. المفروض بقى ان دي ده نيرف اهوت ونيرف بيرنال، وعندي هنا افكتور مين؟ افكتور اورجان، ايا كان ماسل او كده. افكتور اورجان. يبقى في الحاله دي ايه؟ برضه منطقه الاتصال دي اسمها ايه؟ اسمها سينابس. السينابس المنطقه اللي انا شاورت عليها. طيب عظيم. هنلاقي اللي طبعا اللي هنتكلم عليه اكتر اللي هو النيورون. احنا بنتكلم عن النيرف سيستم، بنتكلم عن النيورونال سينابس. النيورونال سينابس اللي هو ايه؟ النيورونال سينابس اللي هو السينابس اللي ما بين او جانكشن ما بين نيورون و نيورون. خلي بالك النيورون بقى، النيورون اللي هو سند امبلس تورز السينابس، يعني اللي هو بيبعت اشارات ناحيه مين؟ السينابس. نسميه بري سينابتيك. بري سينابتيك اللي هو النيورون اللي هو كاري امبلس اوي من السينابس، نسميه بوست ايه؟ بوست. يعني يعتبر عندي دوت ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه بري سينابتيك نيورون. مش هتراح خالص اهو. ده نسميه بوست سينابتيك نيورون. يعني تشيل امبلس ناحيه المنطقه ديت اللي هي السينابتيك او ده اول حاجه اللي نيجي ناخد فكره عن فانكشن انتوم سينابس. انا عايز اشوف هو السينابس ده عامل ازاي كهستولوجي. بصوا معايا، ده مثلا وليكن نيورون اللي هو البري سينابتيك. البري سينابتيك دايما اي نيورون يا جماعه بينتهي بمين؟ بحاجه اسمها نيرف تيرمينال، نهايات عصبيه. النهايات العصبيه دي قد تصل الى 100 و200، يعني بتبقى كتيره قوي. ماشي؟ وكل نهايه اللي هي نيرف تيرمينال بتنتهي بمين؟ دي اكسباندد ريجون، يعني منطقه كده منفوخه شويه كده، اسمها تيرمينال باتن او تيرمينال نوب، زرار يعني او حاجه زي كده. باتن معناها
لاتين مهم تعرف نشوفها ده عندك نيرون هو اللي هو البريمين خلاص او حتى لو وصلت المهم وانتهى حاجه اسمها مين نيرف مين نيرف تيرمينال ولكن هنا شوف بقى نيرف تيرمينال اي نيرف تيرمينال يا جماعه بيبتدي مين بيكسباند ريجون كده الاكسباند ريجون ديت انا اهو طبعا هم ثلاثه لكن هم ممكن تبقى 100 تبقى 50 تبقى 150 ال 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 الفخ ده يا جماعه اسمه ده هو الطريق ان سي او سنتين اسمها سينابتيك نوب نوب اور او تسميها سينابتيك باثلي طيب وده بعد كده المفروض هنا يبقى ده الممبرين بتاع مين يا شباب؟ انا بتكلم عن النيرون والنيرون يبقى ده مدر مين؟ نيرون ده اللي هو البريدين سينابتيك سينابتيك طب ودوت بص سينابتيك انا تعالوا بقى نشوف طيب المنطقه دي الفراغ بقى اللي قلنا بنسميه السينابس تعالوا كده ناخد حته كده من زوم زوم يعني نكبرها كده انا كده خدت مين بقى؟ خدت جزء من السينابتيك نوب اللي هي النيرف مين ها؟ نيرف تيرمينال وخدت جزء من مين؟ من الممبرين الممبرين بتاع مين؟ البوس مين؟ البوس سينابتيك نيورون اللي هي غالبا هتكون يا اما دندرايت او 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 السيلبر سوما تعال بقى نكبرها نكبرها سهله جدا لو بقى السينابتيك نوب او تيرنال باتن دي دايليتد ان دي المنطقه طيب وبتحتوي على ايه؟ الدايليتد ان دي اللي هي بتاع النيرف تيرنال بتحتوي على حاجتين بقى حاجتين طبعا في السيتوبلازم طبعا في عندك بيزيكل البيزيكل دي مليانه مين معبيه سيت ويب ميميكال ترانس مليانه و في عندك طب الكيميكال ترانسفورمر ده عايز مين؟ عايز انرجي عشان يتصنع. هتلاقي هنا في نمبر 2 مايكرو مين؟ مايكرو كنتر. خلاص ماشي ده اللي هو البنين سناك. البوست هنا بقى اللي هو البوست سناك مين؟ ممبرين. دوت اسمه ايه؟ معايا بوست سناك ممبرين. ده يعتبر هو البري سناك ماشي اه هتلاقوا بقى في فراغ هنا يا جماعه في سبيس كده السبيس ده بنسميه سينابتيك كليف بنسميه سينابتيك كليف خلاص طيب يوجد بقى يوجد على الممبرين بتاع اللي هو البوست سينابتيك الممبرين على الممبرين دوت في سبيشاليز ستراكشر اللي بسميه ريسبتور بسميه ريسبتور هنا في عندي الريسبتورز. الريسبتور دي بقى عامله ازاي؟ هنشوفها دلوقتي. طيب عظيم. ال الكلاسيفيكيشن بس ده شخص من الاثنين اللي هو الفانكشن بتاعته. الكلاسيفيكيشن اوف سينابس. السينابس يا شباب ليها تقسيمتين، حاجه اسمها هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن وحاجه اسمها فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن انا لو جيت دلوقتي عايز